السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نخدم معكم واحد التحليه اللي غادي تكون بارده، اللي غادي نحتاجوا فيها في المقادير عندنا هنايا 300 غرام ديال البسكوي، اي نوعيه اللي كتستعملوه، سواء ديال الزرع، سواء من السماء، سواء سبيكولاس، سواء اي حاجه. المهم 300 غرام على حسب المول، واش ديروها صغيره ولا كبيره. بالنسبه لي انا هذه عندي هذا المول، هذا راه معروف، هذا ديال ايكيا. القطر ديالو ما عرفتش شحال فيه، ولكن ما مكتوباش. نشوف هنا ما دايرينش البنات، اسمحوا لي، ما باين لي شي. لا كانت ما عرفت فين كانت مكتوبه. المهم هذا بلا صينيه اللي ما كتكونش كبيره، كتكون متوسطه الحجم. بالنسبه الا بغيتوا ديروا هذه الكميه ديروها، بغيتوا ديروا النص ديروه. هنا عندي 300 غرام ديال البسكوي، هنا عندي خليط ديال كابيتشينو او لا نيسكافيه الماء، يعني انا اختاريت كابيتشينو، درت لها واحد شي شويه ديال السكر. هنا عندي واحد تقريبا واحد المعلقه كبيره ونص ديال، يعني تقريبا نقولوا واحد المعلقه الفلون اللي كيهز السيترو ديال الحليب، الفلون ديال الفاني اللي كيدير السيترو ديال الحليب. هنا عندي السيترو ديال الحليب، وعندي كذلك مايزينا اللي غادي نحتاجو فيها جوج ديال المعالق، هي هذه مايزينا اللي غادي نحتاجو فيها جوج المعالق ونص مع عامرين ديال اللي باش غادي نخلطو باش غادي نصوبو الكريمه. وعندي السكر جوج معالق كبار ديال السكر. هنا اول حاجه غادي نبداو بها، وعندي واحد الكريمه اللي غادي نوريها لكم من بعد اللي انا حضرتها من قبل. غادي نحط لكم الرابط الكريم باتيسيير اللي انا غادي نوري لكم المراحل اللي درت فيها، مع انكم غادي تاخذوا الوصفه من قبل باش غادي تشوفوا الطريقه والقياس والعبار بالغرام وبالتفاصيل، وانا تشوفوني شنو درت معاها. بعد ما غادي تشوفوها اللون ديالها كيرجعبوني. هنا عندنا البسكوي، ها هو هذا، غادي نقبطو، غادي نفزقو غير من جهه وحده، ما غاديش نفزقو من جوج جهات، غير الوجه الفوقاني بحال هكا كي كتشوفوا. وغادي ننزلها هنايا باش داك البسكوي ما كيلصق ليناش لتحت في الارضيه ديال هذا المول اللي كنديرو. اي مول اللي كتبقى تلاحظوا ان البسكوي ملي كنديرو تيلصق في الارض، من الاحسن ما نفزقولوش القاع ديالو من التحت، نديرو غير سطح الفوقاني ديال البسكوي. هنا غادي نشوف انا شحال غادي يهز ليا، غادي نديرهم على العرض، من الاحسن غادي نديرهم هكذا باش غادي نتوما كتشوفوا. هنا غادي نستمر انا فيهم حتى نكملهم. صافي هنايا بعد ما كملتهم كاملين، ها نتوما شفتوا الصفوف، هذا بالنسبه غادي نحتاجوه، كذلك غادي نحتاجو حتى هاد لاصوص غادي نحتاجو حتى هاد الخليط اللي درنا به البسكوي اللي رضيت فزكناه به. دابا غادي ندوزو باش نصوبو الكريمه ديالنا، اللي هي غادي ناخذ واحد الكاسرون، غادي ندير فيها نصف لتر الحليب، غادي نضيف فيها جوج معالق كبار ديال السكر سنيده على حسب، كاين الفلون اللي تيكون ماشي حلو وكاين الفلون اللي كيكون حلو. هنا غاديش نعمرهم بزاف على حسب باش ما تجيناش حلوه بزاف زهيمه. صافي هنا غادي نضيف كذلك الفلون ديالنا اللي قلنا، ها نتوما شفتوا، ها معلقه تقريبا ونص للقياس اللي كيهز السيترو ديال الحليب. هنا غادي نضيف جوج معالق ديال كبار ديال مايزينا، ونص صافي. هنا غادي نخلط هذا الخليط هذا مزيان، ضروري انه يتخلط مزيان باش يذوب لنا السكر ويذوب لنا كلشي، باش ما يرجعناش داك الشيء حبيبات فاش كنا كلين يكون كيقبط راسو. وغادي نضيف كذلك معاه خلاص بلا ما نكوه، لان عندنا الخنيش هنا فاني ديال الفلون ديال فاني، ماشي شي مذاق اخر. هنا غادي نحرك
صافي وغادي نضيفها فوق. هنا شعلت فوق النار باش غادي الكريمه ديالي تعقد ليا وانا مع التحريك باش ما تكبد ليناش. مره مره غادي نرجع لكم. هنا بدا الخليط كيعقد لي حتى نحسو به انه تيدير فقاعات، عاد غادي نطلقو منه وعاد نطفيو عليه النيت كنحسو به انه راه وجد صافي. هانتوما شفتو هنا غادي نطفي عليه. غادي ناخد هذاك الخليط اللي صوبنا وغادي نخويوه فوق هذا يكون متساوي. وغادي نسرحوه فوق سطح البسكوي صافي. وغادي نخليه يقبض درجه الحراره في المطبخ، من بعد غادي نغطيو بالفيلم اليمونتير وغادي ندخلوه للثلاجه اللي غادي يقبض لنا مزيان حتى تحسوا به انه برد تماما، يعني كتحسوا بهذيك الكريمه قبضات راسها ولات زعما صامته مزيان في بلاصتها. صافي دابا غادي نخليه يقبض حراره المطبخ ومن بعد نغطيه في فيلم اليمونتير وغادي ندخلوه للثلاجه. بالنسبه لجيت وريتكم الكريم باتيسير لاننا الحليب راه حنا كنفيضو، بعد ما غادي نفيضو غادي نقبض واحد المعلقه اللي غادي تكون صغيره ديال نسكافيه وغادي نديرها هنا باش كتعطيني واحد المذاق اللي كيكون لذيذ، ونخليوها حتى تذوب ليا مزيان. هنا الحليب راه غلا وفاض خصنا ضروري انه يفيض وغادي نخلط. دابا انا راني طفيت عليه وهنا غادي ندوز نكمل الكريمه اللي غادي تلقاو الرابط في صندوق الوصف او لا خانه الوصف غادي تلقاوها الطريقه. غير وريت لكم انا الفكره ديال هاد علاش غادي تشوفوا الحليب عندي في هذا اللون، يعني انا دزت له هنايا واحد مذاق ديال نسكافيه. صافي هنايا دائما كنديروا الزبده. هنا راني غادي نطفي على النار كندير الزبده في التالي، غادي تشوفوا الطريقه كلها من الاول حتى الاخر. من بعد غادي نضيفوا كذلك هنا عندي واحد 200 غرام ديال الشكلاط غادي نضيفو حتى هو ونبقى كنحرك. وهنا العافيه راني طافيه عليها، انا غير درت لكم التتمه ديال الكريمه. الكريمه كي قلت لكم غادي تلقاو الطريقه ديالها والغرام ديالها ناجحه 100%. هادي بروفيسيونيل راه داكشي. صافي هادي هي دابا الكريم باتيسير بالشكلاط. هانتوما شفتو صافي ها هي دي الكريمه ديالنا بروفيسيونيل اللي كتجي رائعه. صافي دابا كي قلت لكم طافي عليها الكريمه هي وجدة. دابا غادي ندوزو باش نكملو التتمه. ندير لها بلاستيك غذائي وغادي نحطها حتى تدفى لي، من بعد نحطها في الثلاجه حتى تقبض لي راسها مزيان. صافي هنايا فاش قبضت لي هذه خليتها تقريبا واحد الساعه. هذا اللي شاط لي في الاول
مازال ما غاديش نولي نديرو مره اخرى. دابا غادي ندير هكذا، غادي تنتبهوا معايا مزيان. هنا غادي نديرو الفزاك الاولى، درنا الفزاك من الفوق، دابا غادي نديرو الفزاك لتحت هنا باش الفزاك غادي يجينا من الطبقه الفوق التحتانيه، وعاود تجي يجينا من الطبقه اللي من الفوق. بالنسبه للكريمه اللي هضرت لكم عليها في وسط الفيديو، غادي نحط لكم في الرابط اسفل الفيديو كنأكد عليه في صندوق هذا خانه الوصف الطريقه والكماله ديالها كيفاش درت اللوح حتى حصلت على هكا. غادي تتابعوا الفيديو من الاول صراحه. هنا غادي نخلط مزيان. هنا راح بردات لينا كنشد الثلاجه بحال هكذا كنحصلوا عليها. غادي نخويها هنا كاملة. هنا غادي نبداو، نتوما غتزوقوا كيف بغيتوا، انا غادي نعطيكم هي الفكره ديالي شنو غادي ندير. بحال هذا الشكل غادي ندير لكم الزوم بحال هكا. بالنسبه للكريمه درت هنا غليظ وهنا رقيق، يعني راه ما كفاتنيش، غادي نحاول انني غادي نبسطها باش تكفيني. مشى الديكور ولكن معليش، نحاولوا اننا نصلحوا نديروا حاجه اخرى. وريتكم الفكره كيفاش ديروا، وانتم عاوتاني مره اخرى مره اخرى نديرها غير خفاف ماشي نديرهم غلط. ما كوكرات كفيني واخا غليظه. صافي هكذا احنا قادينها كلها على سطح واحد وغنقادوها. صافي ديروا لها كيف ما بغيتوا، اما تموجوها ديروا لها غير هذا الشكل هكا وصافي. ما كيفاش كتشوفوا بحال هذا الشكل، غير تزيدوا تعاودوا لها هكذا. صافي دابا ها هي
ديالي واش دات لينا حتى هذا الشكل هذا جا زوين كفكره. ها انتم المنظر ديالها من بعد ما قربتها كيفاش كتجي. نتوما ديروا لها كيف ما بغيتوا. دابا غادي ندخلها للثلاجه تبرد ليا مزيان، على الاقل نخليوها تقريبا واحد الساعه ولا ساعتين. داك الساعات كنديروها نقطعوها باش كتقبض لينا الشكلاط ما يمشيش معنا، مع ان راه قبض راه يمكن ثلاثه. دابا هي انا غادي نخليها مزيان في الثلاجه ان شاء الله، من بعد ما غتبرد ليا مزيان ان شاء الله غادي نقطعها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها النهائي كيفاش كتجي. وبالنسبه لتحت هانتوما تشوفوا الماء بردت لي مزيان، دابا غادي نقطعها باش تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي. ضروري كنمسحو السكين بحال هاد الشكل. دابا غادي نهز واحد الطرف هانتوما شفتو كيفاش كتجي، كتجي رائعة رائعة بزاف. غادي نحطها في طبق التقديم. صافي هذه هي الطبقه ديالنا كتجي على هذا الشكل. صافي كيف قلت لكم كتجي لذيذه، كنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.